السلام عليكم متابعي قناتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى دائما ان الفيديو ديالي تلقاكم في احوال جيده. فيديو اليوم غيكون عباره على جوله في مينيسو اللي كاين في مرجان عين سبع. هاد الفرع ديال مينيسو، هاد المحل الياباني يعني يلاه حل مؤخرا في مرجان عين سبع تحت طلب عدد كبير من المتابعات، فيلاه اليوم كتاب انني ندير لكم فيه جوله. مهم فيه سلع اللي هي كثيره كيف ما كتشوفوا معايا، خاصه بالنساء الرجال وايضا الاطفال. اول حاجه وقفت عليها هي هاد كارطابل، هاد الحقائب هادو ديال حقائب ديال الظهر، يقدروا يديروهم يعني الوليدات الصغار، وتقدروا يديروهم الناس اللي كي هكا كيهزوا مثلا لي بيسي، او لا غتشوفوا معايا عندهم عده اشكال، او الناس اللي كيمشيو لاصال يعني عندهم عده استعمالات. بالمقارنه يعني رابور كاليتي بري، جاوني اللي خديت انا لولدي في الجوله اللي كنت وريتكم اللي ب 89 درهم، جاوني احسن يعني في لاكاليتي جاوني حسن. وغير التذكير ملي ديت للدار الكارطاب اللي ديال ديكاتلون اللي ب 89 درهم، لقيت فيها دايرين فواحد الوريقه كارونتي 10 سنين. المهم هذه غير بين قوسين، قلت لكم هادو هما الشكيلات اللي كاينين. كاين هادو ديال 129 درهم حتى هما، المهم عندهم ديال 99، عندهم ديال 129، وعندهم ديال 159. المهم غتشوفوا معايا الشكيلات اللي عندهم كاملين. لي زوين فيهم ان بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش هذوك الشكيكرات اللي كيفيهم اللي كيبغوا اللي كيكونوا فيهم هكا لي موتيف، يعني وليداتهم ما كيبغوش لهم داكشي ديال سبايدر مان وهذا، كيقلبوا على شي حاجه لي سامبل، فعندهم بحال هكا الوينات كيكونوا سامبل ما فيهمش الزواق بزاف فوالا. وفي جميع الوينات يعني كتلقاو فيهم بحال هكا الكريز الزراق اللون الاحمر، عندهم هذا لو ستيل هذا حتى هو زويون، هذا لو ديزاين كيف ما كتشوفوا معايا، فيه سنيسله غليظه وفي سنيسله اخرى القداميه جايه بالطول، هذا ب 159 درهم. وكاين هذا شكل ميليتير يعني عسكري حتى هو داير ليه 129 درهم، غير هما ماشي داك لو جون قاسحين كتحسوا بهم قاسحين، هما صحاح يعني كيبان لك يعني مخيطين مزيان وكلشي، ولكن ماشي قاسحين فوالا. يعني بالنسبه لي انا غنقارن مثلا بغيتو شي حاجه الصح والعمل فالديكاتلون احسن. هنايا كتشوفوا معايا كنحاول نقاد الضو ديال التليفون، لان كيف ما كتشوفوا معايا مينيسو من غير ديك الاضاءه اللي داين في الجناب، داين واحد البلاصه داخله يعني الاضاءه ديال الشمس، فكيخربق ليا الغيكلاج ديال التليفون. هنا بغيت نوريكم المنظمات اللي عندهم، عندهم منظمات ديال البلاستيك، عندهم ايضا هاد العلاقات هادو كيف ما كتشوفوا معايا خمسة ب 25 درهم بحال ديال الميتال، وعندهم ايضا هاد المنظمات هادو بحال ديال الثوب، عندهم في عده اشكال وفي عده الوان. كيبدا الثمن ديالهم من 49 درهم، الاحجام ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا كبيره يعني كتهز نيت فوالا. كاين هذا الشكل هذا حتى هو في عده الوان ب 99 درهم، كاين هذا اللي سامبل، وكاين هذا اللي حتى هو ب 99 درهم فيه المجيرات كيف ما كتشوفوا معايا، يعني على حسب نتوما اشنو بغيتوا وفين بغيتوا تستعملوهم. الثمن ديالهم 99 درهم وراه كيهزو نيت فوالا. في اللوينات في الاورانج في الخزي في اللون الازرق، عندهم في اللون الاسود في الكري، يعني بزاف ديال الالوان. نعاود نذكر ان هاد مينيسو كاين في مرجان ديال المحمديه، كاين في تاشفين سنتر، كاين كنظن الا ما خفت نكذب حتى في مروكومول، ويلا حلوه مؤخرا في مرجان ديال عين السبع. كاين ثاني هادو هاد الديفيزور هادو ب 39 درهم كيف ما كتشوفوا معايا، يعني كاين تما لي تيستور فريمون، كاين شي وحدات تما لي زوينين، كاين شي ريحات زوينين كتشموا يعني الريحه اللي عجباتكم، وكيبقى الثمن مناسب 39 درهم، كيتحطوا في الحمامات كيتحطوا في لي صالون. كاين هذه اللي غتنفع بزاف الامهات اللي خاصه بالحليب كيف ما كتشوفوا معايا ب 39 درهم، راه مكتوبه فيها ميلك باودر يعني البواطات ديال الحليب البودره، الا كنتو مسافرين اولا فبلا ما تبقاو تهزوا الحك كامل، كتهزوا غير القياسات اللي بغيتو في هذوك الحكيكات. كاين ايضا هاد المقالي هادو عجبوني حتى هما الشكل ديالهم قرابين الشكل بحال ديال الجرانيت قرابين ليهم، المهم الثمن 126 درهم. كاين فيهم اللي فيهم داك المقبض في يعني الشكل ديالهم اما تيجي ازرق اولا غوز على حسب كيف ما بغيتو. فوالا نعاود نذكر ان الثمن ديالهم معقل شحال قلت لكم. المهم هنا كاين ثاني هاد القراعي هادو ديال الماء، المهم كيعجبوني انا القراعي ديال مينيسو، الاسوا اللي كتديو فيهم هكا بالنسبه يعني هكا الوليدات يديو معاهم المدرسه، لا الناس اللي كيبغيو يديو معاهم هكا الخدمه، اللي كيبغيو يديو معاهم لاصال، يعني عندهم واحد التشكيله اللي زوينه بزاف. فوالا هادو ب 39 درهم، كاين حتى ديال 25 درهم حتى هما كاينين، المهم عندهم دي ديزاين مختلفين
والاثمنه كتبقى مناسبه، ولا ماتيغ باش مصاوبين زوينه يعني انا مجرباهم. وعندهم حتى ديال الدجاج كيجيو مغلفين بواحد الطبقه ديال السيليكون حتى هما زوينين، باش الا طاحت ما كتهرش. هادو اللي هز انا غير بلاستيك. ايضا بغيت نوريكم هاد الشكيلات، هادو زوينين عجبوني، ديال اللي كيتلصقوا غير بلا بريسيون، يعني ما كتحتاجوش تقبو الزليج. سمحوا لي هنايا راه قلت لكم داخله الشمس، داخله الشمس من الفوق، فكنلقى مشكل في التصوير. المهم هادو ابتداء من 39 درهم. بغيت نوريه لكم هاد العلاقات، هادو انا خديت منهم جوج وفريمون عجبوني، جاو زوينين في الحمام. الناس اللي ما كيبغوش يعني تقبو الزليج فكيديروا غير هاد الشكل هذا، تقدروا ديروا مثلا تعلقوا فيها مثلا لابغوصه دون داكشي، هذه تقدروا تعلقوا فيها الفوطات. هذه اللي ماشي هذه اللي خديت، غنوريكم الشكل اللي خديت انايا. المهم سمحوا لي على التليفون لان الشمس ضاربه ودوك الضو اللي كاين في الجناب فتخربق لي يعني البروغرام ديال التليفون. المهم هادو زوينين، هادو هما اللي خديت. فوالا اللي بغيت نوريكم انا، خديت جوج ب 25 درهم، درتهم في الحمام يعني ما احتاجيت انني نجيب لا شينيون لا نتقب الزليج لا والو، وغزالين وجاوني رخص من ديال ايكيا. هنا بغيت نوريكم ايضا واحد الفيطات كاينين، كيكون كنظن فيهم جوج ب 25 درهم. كاين ايضا هاد لي ساكادو، هذا كي قلت لكم راه محل كبير، انا خدت لكم غير لقطات يعني فيه عده سلع يعني غير الدورو، كاين داكشي شي حاجه غابره كتلقاوها. كاين هاد لي ساكادو هادو في عده الوان كيف ما كتشوفوا معايا، هادو ب 159 درهم، كاين التحتانيين ب 129. هانتوما باش نوريكم القياس ديالهم، هزيتها باش تشوفوا القياس ديالهم. كيجي كيكونوا اللي واقفين، وكاينين اللي التوب ديالهم رطب. كاين هادو حتى هما ب 129، ديزاين مختلف كيف ما كتشوفوا. المهم زوينين مفركسين، انا واخده عندهم يعني السكن ديالهم كيبقاو على العموم يعني الجوده ديالهم مزيانه. كاين اشكال كثيره، ولكن هادو حتى هما ب 79 درهم. هادو ما فيهمش السنسله للاشاره، ما فيهمش السنسله، غير فيهم بحال واحد الصديفه وصافي. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. المهم بزاف ديال لي ستيل، كل واحد والستيل ديالو. كاين ثاني هذا الشكل هذا ب 99 درهم، واللي كيعجبني ايضا اللوينات عندهم تقريبا جميع الالوان يعني اللي كتجيك مع كل شيء. كاين ثاني هذا ب 129 درهم. كاين حتى دوك الصغيورين حتى هما زوينين، عندهم شكيلات زوينين بحال دابا هادو 129 درهم، غزالين. كيجي بحال الشكل ديال افيك كروكوديل، داك الجلده ديال بحال نقولوا ديال التمساح. فوالا كاين ثاني هاد لابغوس ديال الوجه اللي كيغسلوا بها الوجه، كاينه ب 199 درهم، وكتشريو لها ديك يعني ديك باش كنبدلوها لا غوشونج ديالها كناخذوها ب 25 درهم ملي يعني ملي كتخسر لينا اولا ملي كتقدم. المهم راه عندهم بزاف ديال الماركات، عندهم مرخص، هانتوما غنوريهم لكم. هذاك الشيء ديال العنايه بداك الشيء ديال اللي كيبغوا داك الماتيريال ديال المينيكور والبيديكور، يعني العنايه بالاظافر، العنايه بالقدمين، داك الشيء ديال لي بيبي حتى هما غنوريكم بعض الحويجات. هانتوما كتشوفوا معايا هذه ب 39 درهم، ها هي اللي كيغسلوا بها الوجه ب 39 درهم. يعني كي عندهم كاع لي بري، يعني لي بري عندهم ابوردابل يعني في المتناول، من الرخيص للمتوسط اللي شويه الثمن ديالو مرتفع، ولكن على العموم كيبقاو الاثمنه عندهم مناسبه، وعندهم دي زارتيكل اللي هما كثارين بزاف وزوينين. ولا عندهم هذا الشيء قلت لكم ديال المانيكور والبيديكور اللي كيبغيو. كاين هادو بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على واحد لو سيت ديال بالنسبه لي بيبي اللي كيقطعوا بهم الضفيرات ديال الوليدات، ها هما بالنسبه للبنيات والوليدات في الغوز وفي الزرق 39 درهم. داكشي ديال المكياج لي دوك لي بانسو، هانتوما غتشوفوا معايا جميع الاشكال والانواع ديال لي بانسو عندهم. هذاك بحال دابا هادو جوج، بحال دابا هادي ب 39 درهم ديال اليونيكورن، هذا الشكل هذا ب 39 درهم، يعني كنظن انه مرخص من عند ديال مالي المكياج. الناس اللي كيبيعوا داكشي ديال المكياج هنا يرخص. هنا كيف ما كتشوفوا معايا سات مثلا فيه ثلاثه ديال لي بغوس بروفيسيونيل ديال اليوم ب 99 درهم. هانتوما بزاف ديال الشكيلات عندهم، كاينين ديال 79 درهم، على حساب كنظن على حساب لا مارك.
وانا ما عنديش فكره على شي ديال المكياج لاني ما كنستعملهمش بزاف، مي انا قلت نوريها لكم الناس اللي مهتمين. عندي جوج بروسات كاع كاين هاد البيوتي بلاندر هادو اللي كيديروا بهم لي فون دو تان ودوك لي زونتي سيرم. المهم ابتداء من 25 درهم، شكيلات زوينين. واثمنه كنعاود نذكر انها كتبقى مناسبه بالمقارنه مع داك يعني ندوان وهذا، يعني اللي شفت الاثمنه هنا رخص. هاد لي بغوص هادو اللي بغيت نوريكم انا حتى هي اللي خديت هادوك اللي كيتعلقوا في الحيط قلت لكم، وخديت هاد لا بغوص هادي زوينه. الثمن ديالها 25 درهم كيف ما كتشوفوا معايا، ما كت يعني هادي خدوها بعينكم مغمضين، ما كتقطعش الشعر، وكدير بحال ان بتي ماساج ورطبه على الفروه ديال الراس. انا كنت كنلقاها عند دوك لي ستوند اللي كيجيبوهم البنات، كنت كنلقاها ب 89 درهم يعني 89 درهم حتى 90 درهم، هنا لقيتها ب 25 درهم زوينه. خديت وحده. كاين هاد لي بورت كلي حتى هما كيف ما كتشوفوا معايا ب 39 درهم، الاشكال والانواع الا بغيتوهم نتوما، ولا فكره ديال كادو الا بغيت تعطيو كادو زوينين بزاف. عندهم نظاظر ديال الشمس، عندهم لي كاسكيت، عندهم انا بغيت نوريكم هذه حتى هي زوينه عجبتني. انتما هنا راه شاعل فيها الضوء قلت لكم مع جاي الشعاع ديال الفوق ما بيناش، كتعلق يعني في الغرفه ديال الاطفال وكتشعل فيها داك الضوء خافت بالنسبه للوليدات اللي ما كيقدروش ينعسوا بالليل، يعني ما كيبغوش الظلام. كديروهم اما كتعلق كيف ما كتشوفوا معايا راه فيها بلاصه تعلق، ولا كتحط فوق 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 اون ايطاجير كتجي زوينه، كيشعلوا فيها دوك الضوا وخافتين. هنا بغيت نوريكم ايضا واحد العلاقات، هادو ترونسبارون وكاين وحدين اللي فيهم دوك لي ديزاين ديال الحيوانات، حتى هما كيبدا الثمن ديالهم من 25 درهم على حسب شحال فيها من وحده. المهم انا خديت هادوك اللي خديت ب 25 درهم، فيها جوج قلت لكم علقتها في الحمام. كاين هادو حتى هما ديال الحديد، المهم عندهم اشكال كثيره الا درتو تما زعما كاين ما يتشرى. كاين ايضا هادو ديال دوك الالات ديال المساج بالنسبه للظهر بالنسبه للرجلين بالنسبه للشعر، زوينين بزاف. الناس اللي كيبغوا بحال هاد الالات هادو ديال المساج فحتى هما عندهم، اولا الناس اللي كيبغوا يديروا كيبغوا مثلا يدهنوا بشي زيوت مثلا باش يحيدوا مثلا السيلوليت اولا هذا، فعندهم هادي زوينه. المهم كهما كيف ما كتشوفوا معايا ب 25 درهم، بحال شي اله اللي كتجبد الجلد، يعني ملي كديروا مثلا مساج بالزيوت فكتحيد لا سيلوليت. فوالا، وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا ديال الرقبه ديال الشعر اللي كيبغوا مساج هكا بالنسبه للشعر، الفروه ديال الراس هذه ب 25 درهم حتى هي زوينه بزاف عجبتني. ولا يعني كاين بزاف ديال الحويجات اللي زوينين وانتريسونت عندهم، يعني كنصحكم تمشيو تضربوا دويره غتلقاو شحال من حويجه عندهم، المكياج عندهم، الروايح. راه ما قدرتش ندور لكم كلشي لان ديك الباصه ديال الروايح والمكياج لقيتها عامره يعني بالنساء، ما قدرتش نمشي نبدا نصور، فانا صورت لكم داكشي اللي قدرت عليه. المهم عندهم داكشي زوين. بالنسبه عندهم ثاني اللعب ديال الدراري الصغار، دوك الملونات، الكتب، لي زاجوندا. هنا عندهم ثاني هاد لابواط هادي بالنسبه لي زاكسيسوار. المهم عذبني التليفون هاد النهار. المهم خدت لكم لقطات وخديتو فكره على بالنسبه للسلع اللي كاينه في مينيسو، فكنتمنى ان هاد الفيديو يكون عجبكم تكونوا استفدتوا منه. كما العاده كنقول للناس اللي باقي ما تابوناش في القناه ديالي بيان سور كتعجبو من القناه ديالي تابوناو ويفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما كل ما هو جديد. كنتسنى التعليق ديالكم، لا لايك ديالكم، وايضا الاقتراحات ديالكم، وغنقول لكم بسلامه والى جوله جديده ان شاء الله.